نذهب إلى خبر آخر أيضا عبر الشروقات مشاهدينا، وفيه حمدوك انتهى عهد من يتلاعبون بالمشاعر الدينية. قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إن الشعب السوداني انتصر على من يتلاعبون بالمشاعر الدينية، مشيرا إلى أن النظام البعيد كان يستخدم ذلك ليتمكن ويطيل من عمره، لكن هذا العهد قديم. واستقبل سفير الولايات المتحدة المتجول للحريات الدينية السفير صمويل براون باك في حضور المبعوث الخاص للسودان السفير دونالد بوث وفد السودان الزائر للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة حمدوك. وتناول اللقاء التطورات التي حدثت في السودان بعد الثورة وتكوين الحكومة الجديدة. وأكد حمدوك خلال اللقاء أن السودان بلد معروف بالتسامح الديني والتعايش بين المواطنين كافة دون تمييز واضح، وأوضح أن كل محاولات النظام البايد لإحداث شرخ بين المواطنين على أساس المعتقد والدين قد باءت بالفشل. ومن ناحيته استعرض وزير العدل نصر الدين عبد الباري التطورات القانونية في هذا الاتجاه، وأكد أن هناك المزيد من التعديلات في القوانين التي ستجعل من السودان بلدا مهيئا للعودة لمصافي الدول التي تحترم الحقوق وتراعي العدالة. السودان بلد معروف بالتسامح الديني والتعايش بين كل المواطنين. حركة السيد وزير العدل نصر الدين الباري في الأونة الأخيرة يعني كان بها عدد من الاستفهامات لعدد من المتابعين لكل الخطوات. هناك أيضا من يناصر الأراء دائما ما تكون متباينة. كيف تقرأ يعني حركة السيد وزير العدل وهذا التصريح للسيد رئيس مجلس الوزراء؟ يعني ما المقصود تحديدا بالتلاعب يعني حديث دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك المتعلق بعدم التلاعب بالمشاعر، اي ان السودان لم يعد يتقبل التلاعب بالمشاعر الدينيه في حل القضايا او في طرح القضايا. هذا الامر ينبغي ان نعالجه من هذه الزاويه. لا احد يقبل ان يتلاعب ايا من كان بمشاعر المعتقد او بالمشاعر الدينيه لاي شخص. والسودان كما هو معلوم متعدد الاعراق، متباين الأديان والمذاهب، فلذلك من الضروري أن تسود مسألة التسامح الديني من أجل التعايش السلمي بين هذه المكونات التي تكون السودان. أيضا الأمر الثاني والمهم في هذه المسألة، لا يعني ذلك أن يستفز المرء في معتقده، يعني لابد أن نوازن بين هذا الأمر، بينما نطالب به من تسامح أن يكون هنالك أيضا عدم استفزاز لتلك المشاعر التي تجعل التسامح لسبب من الأسباب ينأى عن فئة أو جماعات بعينها. لابد أن نعالج الأمر بكلياته. أما فيما يتعلق بالأخ نصر الدين عبد الباري وزير العدل، هنالك أمر مهم جدا اللي هو الركن المهم في هذه الثورة أو في شعارات هذه الثورة المتعلق بالعدل. يعني عندنا حرية سلام وعدالة، إذن العدل أس الحكم، يعني العدل هو أساس الحكم. فإذا أردنا أن نحكم بين الناس ينبغي أن نحكم بالعدل. فلذلك ليس التسامح الديني أو كذا كله محصور في مسألة التنازلات، لكن محصور في مسألة العدل، لأن العدل هو المقياس الذي يجعل هذا التسامح فاعلا بين مكونات الشعب. أيضا عدم الظلم والتظالم ما بيننا، سواء كان من أهل عقيدة واحدة أو عقائد متعددة. هذا ما دفع دولة رئيس الوزراء أن يرافقه في هذه الرحلة للولايات المتحدة الأمريكية وزير العدل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، لأن كليهما لهم آراء قد تجد صدى
مقبولا لدى بعض المنظومات الأمريكية المتعلقة بقضايا التسامح الديني وقضايا التعايش السلمي بين فرغاء الوطن الواحد. فلذلك هذه المسألة لابد نحن في الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة أن نركز عليها حتى نجعل من مسألة التسامح ليست لغة عابرة ولكنها ثقافة ثابتة في عقلية المواطن السوداني.